صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وجدت في أثناء الصلاة فتحة في ثوبي تظهر من خلالها العورة، وهي فتحة بحجم الدرهم، فهل أعيد الصلاة من بدايتها أم أنها لا تؤثر على صلاتي؟ إذا كنت لم تعلم بها ولم تتعمد صلاتك صحيحة، لكن تستره في المستقبل. نعم. صلى الله عليكم. أما إذا كنت تعلم بها وتساهل فيها صلاتك غير صحيحة، يعني غير مستور العورة. نعم.